أول شيء نشغل الكيت، نربط اليو اس بي على الحاسبة، بعدها نجي على configure target device ونختار manage configuration project. راح يفتح لنا هذا البرنامج، دبل كليك على الباوندري سكان، داخل الباوندري سكان كليك يمين initialize chain او نفس الايكون هذا موجود هنا initialize chain، راح يفتح لي البروجكت اللي اني داخله والفولدر، نختار البيت فايل، نتأكد انه احنا داخل المسار مع البروجكت مالنا او ندوس باك مرة واحدة يرجع لي على البروجكت اللي اشتغل بيه اني، بعدها اختار اسم البيت ستريم للبروجكت مالي، راح تظهر لي نافذة هنا، هاي نافذة مهمة، هنا راح يقول لي تحميل البرنامج على البيروم على الفلاش بيروم، احنا دائما نختار نو حتى البرنامج لما نطفي ونشغل نحمل برنامج اخر جديد يرجع الى البرنامج الديمو الديفولت اللي موجود على الكيت، بدل ما نستخدم انه البرنامج مالنا يبقى ثابت على ال FPGA chip. راح نضغط نو ونختار التارجت ديفايس، نضغط اوكي. الان تم تحميل الملف، بقت فقط عملية برمجة ال FPGA، نضغط كليك يمين بروجرام، راح يبدي يحمل الكود. نلاحظ على الكيت انه طفت الاضوية مالت الديمو، ننتظر الى ان بروجرام سكسيس ويظهر على الكيت الدن ليد شغال. بهاي الحالة يكون عندنا تمت برمجة الكيت بالبرنامج مالنا، البرنامج مالنا مالتي بلكسر. لو نرجع إلى اليو سي اف فايل الخاصة بالمالتي بلكسر مالنا، عندنا الجي 15 والال 16 اللي هي السويتشات، اول سويتش وثاني سويتش وثالث سويتش هي الانبوت، وعندنا السيلكتر اللي هو يو 11 وال بي 10، اليو 11 وال بي 10 اللي هم السويتشات من الجهه الثانيه راح يكونون سيلكتر، هذا السويتش يكون هذا وهذا يكون سيلكتر، وهذول يكونون الداتا.